هسه هنا أنا عندنا أمثلة امتحانية، لاحظ وهذا سؤال مباشر: Where is my bag? She asked me. احنا هذا علينا. Where تنزل where؟ عوف الإز نجي للماي. الماي صفة التملك، تمشي على الشي. شنو صفة التملك من شي؟ هير، خلينا هير. الاسم ينزل، نرجع للفعل، حوله من از الى واز. سؤال الثاني: Can I see your tickets? The policeman asked us. سألنا شرطي رجل الشرطة. أجعدنا كان فعلنا مساعد، خليه أداة ربط. نجي للآي، الآي تمشي على الفاعل اللي هو البوليسمان، البوليسمان مذكر فصير هي. إذا بوليس ومن تصير شي. أرجع للفعل المساعد مرة ثانية، حوله للماضي، كان صير كود، والفعل بعد الكود ما يتحول، لأن قلنا الفعل الناقص يبقى الفعل بعده مجرد، يعني يبقى سي. نرجع لليور صفة التملك، هاي اليور تمشي على اللي بعد أست اللي هو أس، اليو الفاعل المفعول به اليور تمشي على هذا الأس. زين هاي اليور شنو وجودها؟ صفة التملك. شنو صفة التملك من أص؟ أور. نقول if you could see our tickets، ونخلي نقطة بدل علامة استفهام. الجملة الثالثة، السؤال الثالث: Is Ali at home? Mom asked. هنا احنا علينا نكمل، عندنا is فعل مساعد نخلف، علي يبقى نفسه علي. نرجع للis، نحولها للماضي was، وندور ما تبقى at home، نخلي نقطة. ده. Number 4: What are you doing? He asked me. عندنا what تبقى what. الار نعوف نروح لليو، اليو ضمير فاعل، اليو تمشي على المي. المي هنا بما انه اليو ضمير فاعل، شلون عرفناها ضمير فاعل؟ ماكو قبلها ضمير ولا قبلها اسم، اذا هذا المي لازم نطلع منه ضمير الفاعل اللي هو الاي، يعني اليو صارت اي. نرجع للار نحوله للماضي، الاي تاخذ واز ما تاخذ وير، والدوينج تنزل دوينج على استفهام، خلي بدلها نقطه. شوف 1 2 3 4 5 خطوات. 5: What does Nada do at the weekend? ماذا تفعل ندى في عطل نهاية الأسبوع؟ فهنا كان سؤال مباشر الندى، سنقول I asked، أنا سألته، ماكو مفعول به بس هاي. مرات ماكو مفعول به، ماكو مسؤول، يقول أنا سألته بس، بالمن سألت ما ذاكر، مو مهم ما يأثر. What ما عندنا، ما نحتاج ما عندنا ضمير يو حتى نحتاج تحويل اللي بعد أصل. فالوات تنزل وات، دوز تروح، نادي نفسها. الدو هذا الدو فعل رئيسي فراح يتحول للماضي، ديد، واحد انحذف واحد تحول للماضي، ديد. هذا the weekend نقطة. Have you ever been abroad? My teacher asked me. عندنا هاف فعل مساعد نخلي ذات ربط اف. ارجع لليو، اليو تتحول حسب هذا المي، هنا هي ضمير فاعل، فالمي شنو الفاعل مالته؟ اي، خلينا اي. ارجع الفعل مساعد هاف، شنو ماضيه هاد؟ دور اخلي الافر، دور اخلي البين، لان ما بين تحويل. ابرود نفسيته بدل علامة استفهام نقطة. هاي الامثلة راح تفيدك هواي. How many times did I have to say that? He asked. هو سأله. كمل. How many تجي how many times نفسها times. Did تحذف، من تحذف اللي وراها يتحول الماضي تام. يجي قبل ذلك الآي تمشي على هذا، عندنا هي فصير هي. هي ال have to صير had to. Say that. How many times he had to say that? Do they leave early? She asked. ما عندنا فعل مساعد if. ما عندنا فعل مساعد نعوض، تستخدم أداة ربط if. والذي نفسها they. والليف تتحول للماضي، نحذف الدو. الليف تصير left. الخاصية تلحذف خاصة بالدو، دوز بالدو. Early وهنا علامة استفهام بدلها نقطة، الأقواس تروح. 9: When will
the meeting be held وين كان عندنا تبقى وين will تبقى will the meeting تبقى و be held be held ماكو تغيير وين would هنا ال will تتحول إلى would لأن الماضي ال will هو would how fast was she driving how fast was she driving the traffic police asked her how fast هذا السؤال نحو في الوز نروح للشي شي ما تتحول شي نرجع للوز قلنا تحويلها هي ماضي تصير ماضي تام had been هذا تصريف ثالث had been الفعل بي اي ان جي ما يتحول نزل درايفنج علامة استفهام تروح خلي نقطة الأقواس تروح تحول إلى كلام غير